أكشن. دي أليس بتبقى عايشة في بيت مع أخوها وأبوها وأمها، وبيبقوا قاعدين وبتاعوا أليس عمالة تحكي حكاية بيبقى عن عفاريت وبتاعه مش عارف إيه، وأبوها بيبان عليه إن هو قلقان كده ومخطوف من اللي هي بتقوله. فأمها بتاخدها على الأوضة وبتاع بتقول لها بصي أنتي اللي أنتي بتشوفيه وبتتكلمي عليه ده حقيقي ولا إيه؟ بتقول لها آه وبتاعه، وفي كمان عيل هنا عفريت عايش معانا من زمان وبيحب يلعب باللعب بتاعتي. فأمها بتقول لها بصي أنتي مميزة، بس في ناس المميزين مش بيجوا معاهم سكة ومنهم أبوكي، فأنتي خلي الحوار اللي أنتي بتتكلمي فيه ده سر بيني وبينك وما تقوليش عليه لأبوكي. أمين أمين. وبتحطها في السرير وبتحط أخوها في السرير وبتنيمهم وبتاعه وبتسيبهم وبتخرج. وبعد كده أليس بتقعد تتكلم مع أخوها وبتاعه، بتبقى فاتحة الكشاف ومرة واحدة الكشاف بيتقفل، فبتفتح الستارة عشان تبص على أخوها وبتاع، مش بتلاقيه نايم في السرير اللي فوقيها وبتلاقيه نايم على الكنبة بعيد عنها، فبتخاف وبتستغرب هو مين اللي كانت بتتكلم معاه فوق. وأخوها بيصحى وبيقول لها أنت بتعملي إيه وبتاع، ومرة واحدة في شبح طفل بيعدي من قدامهم. فاخوها بيشوف المنظر بيخش يستخبى وبتاعه، وهي بتروح تشوف فيه ايه، ومره واحده في كائن غريب بيظهر من ورا اخوها وبتاعه، وهما الاثنين بيبداوا يصرخوا. فابوهم سمع الصوت راح جاي طلع يجري عليهم، بقى قاعد يدور في البت الضرب، وهي بتقعد تعيط وتقول له ان هو لازم يحاول يصدقها وبتاع، فبيشيلها كده شويه البطاطس وبينزل يرميها في البدروم بتاع البيت، وبتقعد تصرخ وبتاع، المهم ما بيسمعلهاش، وفي الاخر بيقفل عليها بالقفل. وبتبدا بقى تنزل وبتاع عشان تستكشف المكان وتشوف تحت ايه الدنيا. فلما بتحاول تفتح النور بيفتح وبيفصل معاها، وبعد كده عند باب من تحت صوت بيقول لها في مفتاح جنب الباب افتحيه وهتعرفي تفتحي النور وبتاع. فبتسمع الكلام وبتحط المفتاح في الباب، وبعد كده المفتاح بيطير مره واحده لوحده من الباب. وبنبص على المفتاح وبنلاقي شكله صغير، ومره واحده بنلاقي ايد شكلها وحش جدا طالع عشان تمسك المفتاح. فأليس بتشوف المنظر طبعا بتبقى خايفه وبتاع، ومره واحده عينيها بتقلب والبيت كله بيبدا يتهز وبتاع، وامها بتجري على تحت عشان تطمن على بنتها، وفعلا بتنزل لها بتنادي عليها، بس بتلاقيها بصه ناحيه الحيطه وثابته ما بتتحركش. ومره واحده سلك كهربا بينزل من فوق امها وبياخد امها وبيشنوها، فالله يرحمها. وابوها لما بينزل بعد كده وبتاع بيشوف الست وهي بتقع من المشنعه اللي كانت معموله لها، وبعد كده هما الاثنين بيغمى عليهم. وبعد كده أليس بتفوق، بس للاسف امها بتبقى ماتت اصلا. وبعد كده بنشوف أليس وهي كبيره بقى قايمه من الكابوس دوت مره واحده بقى. ولو مش عارف مين أليس دي بقى، فانت لازم ترجع تتفرج على الجزء الاول والتاني والتالت، عشان أليس دي هي العمود بتاع الليله دي كلها، واحنا في الجزء الرابع حضرتك متفرجش على في ثلاثه فاتوا فاهم. المهم يلا بينا نكمل. وبعدها بنشوف أليس وهي قاعده في الصاله بتاعت بيتها وبتاع، وبيبقى معاها المساعدين بتوعها، فبيجي لها تليفون وبتاع الو، فحد بيكلمها وبتاع ومش عارف ايه، وبيقول لها ان انا عندي ارواح وكده وعايز حد مختص زيك ومش عارف ايه. فبتقول له اه تمام ماشي ومش عارف ايه وبتاع، اديني العنوان. بس لما بيقول لها العنوان بيبان عليها ان هي متلبشه، وفي الاخر بترفض الطلب بتاعه وبتعتذر له. وبتقعد بعد كده مع المساعدين بتوعها وبتاع، والمساعدين بتوعها بيبقوا مستغربين بسبب ان هي رفضت الشغل بسبب عنوان. فبتقول لهم ان العنوان دوت عنوان بيتها القديم اللي حصل فيه بقى اللي احنا لسه شايفينه في اول الفيلم ده، وبتقول هي ما بتحبش البيت ده لان هي السبب بقى اللي طلعت منه عالم تاني العالم بتاعنا، وامها ماتت والشغله اللي شفناها اول الفيلم دي. المهم بعد كده ما اعرفش ايه اللي بيحصل، انت عارف هرمونات الستات بترجع في قرارها، وبتقرر ان هي تساعد الراجل اللي هي رفضت طلبه من شويه، وبتاخد المساعدين بتوعها وبيطلعوا على العنوان. وأليس لما بتروح هناك بتقابل صاحب البيت وبتاعه، وبعد كده بتدخل وبتقرب من البدروم اللي كان ابوها حابسها فيه زمان، فهي واقفه قدامه بتشوف ابوه كده وهو شايل جثه امه وبيجري من قدامها. فبيجروا عليها مش عارف ايه وبتاع، انت تمام؟ فبتقول لهم اه تمام وبتاع. بعد كده صاحب البيت بيبدا يقول لها على اللي بيشوفه، وبتقول له فين المكان، بيقول لها في اوضه معينه، والاوضه ديت بيقول ان هو قافلها من الفتره، ودايما بيسمع اصوات حد بيجري فيها وبيلعب وبتاع. ولما بيفتحها بنعرف ان هي كانت اوضتها وهي صغيره، وبيحكي لها وبيقول لها انت لازم تساعديني وبتاع، عشان انا دفعت اخر فلوس املكها في البيت دوت ومش عارف ايه. بص وهيعيط، فقالت له يا اسطى ما تقلقش وبتاع، وتوت صوت كنترول، يعني كله تحت الكنترول بس يطولي. فبتبدا تجهز نفسها وبتاع ومش عارف ايه، فبتبدا تخش وتستكشف وبتاع، والناس المساعدين بتوعها بيبقوا متابعينها من الكاميرا لحد ما في كائن بيظهر وبيخنقها. فالمساعدين لما بيشوفوا الكلام ده في الشاشه وبتاع بيجروا عليها وكده، بس بيلاقوها ان هي تمام وبتاع. وبعد كده بتقعد معاهم وبتكلمهم وبتقول لهم ان الشبح اللي هي شافته دلوقتي ده فاكراه كويس، لان هي شافته في نفس المكان وهي عندها 16 سنه، ولما جابوها بقى كان عايز يعاقبها زي ما كان بيعمل معاها وهي صغيره وبتاع، خليته يشوف اللي هو بيشوفه وبتاع، ومن ساعتها جاله حاله صرع وهي هربت من البيت وما رجعتش تاني. وبعد كده بنشوف أليس وهي رايحه مطعم وبتاع، وبتشوف بنات اخوها، فبتقدر ان هي تتعرف عليهم وبتاع، لحد ما بعد كده اخوها بيجي وبتاع، وبيقعد يزعق لها وبيقول لها انت سبتينا واحنا صغيرين، وابويا كان بيعذبني وانت السبب. المهم ان هو بيقعد يشتمها شويه وبياخد العربيه وبيجري، بس بنته بتيجي بقى بتتاسف لها وبتاع، معلش اعصابه تعبانه وكده. وبعد كده أليس بتديها صوره للصفاره بتاعته اللي كانت مامته مديها له وهي صغيره. المهم ان بنت اخوها بتبقى فعلا مستقبلاها وحباها عادي، ما عندهاش اي مشكله معاها. وبعد كده وهم قاعدين بيسمعوا صوت في البدروم تحت، فبينزلوا عليه، وأليس بتفضل ماشيه ورا الصوت لحد ما
بتعرف ان هو طالع من حتة معينة، والحتة ديت وراها الباب، والباب ده المفروض اللي هي فتحته زمان وهي صغيرة. وبعد كده لما بتفتح وبتاع بتلاقي واحدة جوه متسلسلة، ولكن الواحدة دي ما بتبقى الشبح، دي بتبقى بني ادم حقه حقيقي. وبعد كده بنتفاجئ ان صاحب البيت هو اللي خطفها ومسلسلها وحطتها في الاوضه دي وبتاع، وبيقعد يقول لهم الاوضه ديت مش عارف ايه وكده، وبيبقى عايز يقتلهم ويهددهم عشان هم كشفوا سره. فالمساعد بتاعها اللي فوق لما بيسمع الكلام دوت بينزل وبيروح جاي خبطه على دماغه من ورا، وبعدها بيوقع على الدولاب. وبعدها الشرطه بتيجي وبتاع، وبتطلع البنت اللي كانت محبوسه جوه، وبياخدوا اقوال اليس والمساعدين اللي معاها وبتاع، وبعد كده بيمشوا. بس اليس لما بتيجي تبص على شباك البيت بتكتشف ان في شبح واقف فوق بيبص عليهم. لا 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 لا. وتاني يوم بنشوف اخو اليس وبناته بيبقوا في البيت القديم بتاعهم عشان يدوروا على الصفارة بتاعته اللي أليس سابت له الصورة بتاعتها مع بنته. وفي نفس التوقيت دوت بتبقى أليس قاعدة مع ضابط الشرطة في المكتب بتاعه وبتاع عشان يكملوا التحقيق بتاع القضية بتاعت البنت اللي لقوها امبارح. وأليس وهي بتتكلم مع الضابط وبتاع بتشوف وراه شبح لبنت أخوها، فبتبدأ تستنتج إن هي في خطر، فبتسيبه وبتطلع تجري على البيت. وبنرجع على البيت تاني وبنشوف بنت أخوها وهي نازلة البدرون تحت عشان تدور على الصفارة، بس بتسمع صوت غريب كده وبتبص وراها بتلاقي كائن غريب بيهجم عليها، وبعد كده بيقرب منها وبيبدأ ان هو يمتص روحها. وفي نفس التوقيت دوت بتكون أليس وصلت وبتنزل على البدروم تحته، وبتلاقي بنت اخوها مغمى عليها ومتسلسلة، فبيطلبوا الاسعاف والشرطة وبتاع ومش عارف ايه. وأليس بعد كده بتتكلم مع بنت اخوها التانية وبتاع، وبتعرف ان هي عندها نفس الميزة اللي عندها، ان هي بتقدر تشوف الاشباح والكائنات الخارقة بعينيها. وأليس بتبقى مخططة ان الليلة لازم تتخلص من الاشباح اللي موجودة في البيت ده، وبنت اخوها بتقرر ان هي تساعدها وأليس بتوافق. وبعد كده بتروح أليس بتجمع المساعدين بتوعها وبتاع، وبيبدأوا الشغل. وبيحصل فلاش باك وبنشوف أليس تاني وهي عندها 16 سنة قبل ما تهرب من البيت. بنشوف ان في حد كان طلع من القبو، وبعد كده بتستنتج ان الحد دوت كان بني ادم عادي وما كانش شبح. وبعد كده لما بتهرب من البيت وبتاع الراجل بيرجع وبيقتل الست اللي كانت جوه، وبنعرف ان الست اللي ابوها قتلها دي اسمها أنا. وبعد كده بنرجع لليز وهي في البدروم بتاع البيت، وبتلاقي مكان زي نفق صغير وفي شنطة، ولما بتفتح الشنطة بتلاقي فيها شوية أوراق وحاجات وجمجمة، بنعرف إن هي الجمجمة بتاعت أنا اللي أبوها قتلها. وبتدور أكتر في النفق وبتلاقي شنط كتير وفيها نفس الموضوع بقى، وبنبدأ نفهم إن زمان أبوها كان قاتل متسلسل وبيقتل الستات وبيذبحهم وبيحتفظ بالأغراض بتاعتهم والجمجمة بتاعتهم. ولما بتيجي تفتح آخر شنطة بتلاقي شبح طلع لها منها وودها على العالم الآخر. وفي نفس الوقت المساعدين بيدخلوا في النفق وبيطلعوا جسمها على الصالة بره، وبيبقوا عايزين ينوموا حد مغناطيسي عشان يبعتوه العالم الاخر عشان يرجع بروحها يرجعها جسمها وبتاع. وبنت اختها بتتطوع وبتاع عشان هي اللي تنام مغناطيسي وهي اللي تروح تجيب روحها وكده، فالمساعدين بيقولوا لها لا ومش عارف ايه وبتاع، فهي بتقول لهم انا كده كده عندي نفس الميزه والموهبه اللي عندها، فانا لما اروح هناك هبقى تمام ما تقلقش عليا. وفعلا بعد كده بيبداوا الطقوس عليها وبتاع ومش عارف ايه، وبتروح على العالم الاخر، وهناك بتقابل روح انا اللي ابو اليس قتلها لما كانت صغيره، وبتديها مفتاح وبتشاور لها على مكان وبتسيبها وبتمشي. وفي نفس الوقت هناك بنشوف أليس وهي محبوسة في زنزانة. وبعد كده أبو أليس بيظهر بقى وشوية ناس كده وأمها كمان، بص بيبقى فيه شوية كده من الحبايب اللي ماتوا زمان وبتاع. المهم حكاية بتدور وناس بتظهر وبتاع ومش عارف إيه، إن المهم في الآخر أم أليس بتظهر والشيطان بيختفي على أيديها عشان بتضربه وبيطير معرفش إزاي. وأليس بقى بيبقى مغمى عليها في العالم الحقيقي والعالم الآخر وبتاع ومش عارف إيه، وعايزين بقى يرجعوها لجسمها. وبينجحوا في الآخر إن هم يرجعوا أرواح البنات لأجسامهم وبتاع، وأليس كمان بتكون فايت وبتحضن أمها وبتسلم عليها وبتشكرها وبتاع، وبترجع هي كمان لجسمها. وبعد كده بيروحوا على المستشفى عشان يطمنوا على اختهم وبتاع ومش عارف ايه، وهناك كريس اخو أليس بقى بيشوفها بيعتذر لها وبتاع، وبنت كريس بتشوف الولا المساعد ده وهما الاثنين بقى طبعا مش بلور طبعا يلا ولا. وبس كده يا اسطى القصه بقى الحزينه دي كلها كده، ده كان تقريبا اخر جمعه، معرفش في اجزاء ثانيه هبلغيك يعني فاهم. بس المهم بقى انت ايه، لايك سبسكرايب فعل زر الجرس، شايفين نفسي بيتقطع يا اسطى في الكلام ده يا اسطى، لا بصوا كتير مش عارف كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي، انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.